للحديث ونقاش أكثر بشأن التطورات العسكرية ينضم إلينا من بيروت العميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد خالد. عميد خالد، وفق قادة للجيش وقادة أمنيين أيضا كانت هناك تحذيرات للمتطرفين بما يجري بالضفة الغربية واستمرار هذا التصعيد هناك لأنه سيحتم وقفا لإطلاق النار بغزة من جهة وأيضا تخفيفا على الحدود الشمالية أي الحدود الجنوبية مع لبنان. هذه المعادلة كيف تفسر عسكريا على المستوى الميداني؟ صباح الخير، أهلا بك. يعني أولا لا شك لا يمكن الفصل بين ما يجري في الضفة الغربية وما يجري من مفاوضات متعثرة إلى حد ما في غزة وما يجري في على الحدود الشمالية لإسرائيل، ولكن طبعا عملية الربط بينها يعني يجب توخي الدقة في عملية الربط فيما بينها. أعتقد يعني بالدرجة الأولى المفاوضات في غزة ندرك جميعا أنها تمر ببعض المصاعب التي يعني أنا في وجهة نظري لن تتوقف هذه المفاوضات وهي ستفضي إلى وقف لإطلاق النار. نحن في مرحلة دقيقة كما قرأنا في الإعلام أنه لغاية الآن ومنذ أسبوع يتعذر التواصل مع حركة حماس وتحديدا مع يحيى السنوار لاستجلاء مسألتين. ما هي يعني أولا من هم الأسرى الإسرائيليين الذين تطالب إسرائيل بلوائح اسمية لهم وبالتعرف على حالتهم الصحية؟ نتكلم عن الدفعة الأولى من المسنين والنساء والمرضى، وهذا طبعا ما لم تقدمه حماس. كذلك إسرائيل تطلب يعني لائحة اسمية بالأسرى الفلسطينيين المطلوب إطلاقهم من قبل حماس، وهذا ما لم تقدمه حماس لغاية الآن. أعتقد أنه هناك نوع من الأخذ والرد، من عض الأصابع إذا جاز التعبير في عملية التفاوض. ربما تريد حماس تطوير الموقف ليتحول إلى هدنة ربما أطول من 6 أسابيع، أو ربما هدنة دائمة، أو ربما وعود أكيدة بمباشرة عملية سياسية، أو ربما ضمانات أكثر لإدخال المساعدات في غزة. وفي هذا المجال يعني لابد من مراقبة كذلك التصاريح الأمريكية، لا سيما ما أتى يعني منذ ساعات على لسان نائبة الرئيس الأمريكي لوضع الجيش جيش الاحتلال حتى الساعة. يعني الحديث بجهة أخرى على استقالات وعلى هذه الاستقالات الكبيرة منذ بدء هذا العدوان، أي منذ 7 من أكتوبر، الاستقالات بأعداد كبيرة ما فسر إسرائيليا بأنه غير طبيعي، آخرها استقالات، الحديث عن استقالة مسؤولين كبار، وحدة هاجاري المتحدث العسكري دانيال هاجاري، وحدة المعلومات. كيف ستؤثر هذه على جيش الاحتلال، سير عملياته، القرارات الاستراتيجية القادمة؟ يعني الانقسام في المواقف حيال التفاوض، يعني ما يجري من تعثر. هناك تيار كبير في إسرائيل يعطي أولوية لإطلاق الأسرى بأي ثمن ممكن وبالخروج من عملية تحسين الشروط سواء التي يسعى نتنياهو إليها، وما يجري طبعا في الضفة الغربية يصب في نفس الإطار. وهناك من يستشعر أن زيارة بيني غانتس إلى نيويورك وبعدها إلى لندن ربما تؤشر إلى تغييرات تريدها الولايات المتحدة في الإدارة السياسية الإسرائيلية، وهذا يعني أن هناك يعني رموز ومواقع في الإدارة الإسرائيلية تريد أن تتخلى كذلك عن نتنياهو وتريد القول أنها لن تتحمل فشل نتنياهو أو ربما ردة فعل الإدارة الأمريكية حيال نتنياهو بعد مرحلة ما. لذلك هذا يعني التفكك فيه وهذه الاستقالات هي نوع من الإسقاط الطبيعي للتعثر في المفاوضات للتشنج الأمريكي الإسرائيلي، وبالتالي هناك من لا يريد أن يكون في نفس المركب مع نتنياهو. أعتقد أنه ما يجري في الضفة الغربية هو محاولة من قبل نتنياهو لتعجيل التفاوض أو لخلق وضع يعني دقيق كذلك وحرج في الضفة الغربية. ربما يعتقد أنه هذا يفضي إلى القول أنه إسرائيل لو توصلت إلى وقف إطلاق نار في غزة
فلديها عدد كبير من الأوراق للضغط على الفلسطينيين، وربما كذلك الفلسطينيون من جهاتهم يريدون القول أنه التفاوض في غزة ووقف إطلاق النار لا يعني إطلاق يد إسرائيل في الضفة الغربية كما تشاء، وإطلاق هذه الحملة من الاعتقالات والتدمير والتنكيل بالفلسطينيين. لذلك هذا المشهد الشائك في التفاوض يعكسه موقف ميداني على الأرض، كما يعكسه موقف طبعا سياسي كما قلت في الاستقالات وما يحدث داخل الإدارة الإسرائيلية. يعني لا سيما هنا كذلك من يعني وضع خط واضح تحت يعني رأي نتنياهو بزيارة بيني غانتس إلى واشنطن، وهو يقول أنه هذه لم تأتي بموافقة نتنياهو، وكأن هناك من يريد أن يغرد خارج هذه الحكومة، وهناك كذلك محاولات أمريكية لتهديد نتنياهو بأنه هناك بدائل عديدة عن وجوده على رأس هذه الحكومة. طيب طبعا إذا أردت الذهاب إلى الحدود الشمالية، نعم سنأتي للحدود الشمالية عميد خالد، لكن قبلها وسط هذا التصدع الأمني والسياسي والعسكري من جهة، جل ما تفضلت به وهذه يعني التخبطات الحاصلة إسرائيليا، هل هناك استراتيجية واضحة بدت حتى الآن برغم عدم يعني تحقيق الاحتلال أيا من أهدافه، سواء فيما يخص غزة وأيضا يعني استمرار التصعيد والخلافات أيضا فيما يخص الضفة من جهة أخرى، هل هناك استراتيجية واضحة بعد مرور 150 يوما على بدء هذا العدوان الإسرائيلي على القطاع بعين العسكري؟ أعتقد أن الاستراتيجية هي استراتيجية أمريكية وليست استراتيجية إسرائيلية. يعني عملية رفح البرية لم تتم ليس لأن نتنياهو يعني قد استفاق ضميره أو حسه الإنساني، نتنياهو مجرم طبعا، ولكن ما منع هذه العملية هي الضغوط الأمريكية، والضغوط الأمريكية مؤلمة بالنسبة لإسرائيل، أولا لأن الإمداد العسكري هو بيد الولايات المتحدة، الغطاء الدولي لكل هذه الارتكابات الإسرائيلية هو غطاء أمريكي، منع مجلس الأمن من اتخاذ قرار بحق نتنياهو وبحق إسرائيل هو طبعا فيتو أمريكي، وبالتالي أمريكا هي القابضة على القرار، وأمريكا هي من يدير هذه الاستراتيجيات. الاستراتيجية الأمريكية تريد الوصول إلى وقف إطلاق النار، وتريد الوصول إلى ترتيبات لأمن إسرائيل، ترتيبات ذات مغزى وذات بعد إقليمي تشارك فيه المجتمع الدولي ويشارك فيه العالم العربي، بمعنى آخر إخراج يعني مصير غزة من يد نتنياهو، وإدخال أمن إسرائيل واستقرارها ضمن صفقة أمريكية يتم تطبيقها في غزة كما يتم تطبيقها في جنوب لبنان، وبالتالي هذه هي الاستراتيجية الأمريكية. الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على طبعا هذا على الدكترين النظرية هذا اليمين المتطرف الذي يريد المضي أكثر فأكثر في العدوان، برأيه أنه يعني حماية هذا التطرف تتم عبر مزيد من العمليات العسكرية ومزيد من يعني تنمية هذا الشعور الإسرائيلي بأنه بالإمكان ترحيل الفلسطينيين من غزة وترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية، وهذا طبعا ما لا يتناسب مع الاستراتيجية الأمريكية التي تريد العودة إلى المنطقة، تدرك ما هو ما قيمة تحالفاتها مع القوى الأساسية في المنطقة، وفي الوقت عينه طبعا تريد أن تؤمن أمن إسرائيل. نتنياهو طبعا لا يفكر بهذه الطريقة، نتنياهو متعصب طبعا، يميني متطرف صهيوني، يعتقد أنه بإمكانه أن برغم كل الخسائر يعني في الرأي العام الدولي، يعتقد أنه بإمكانه العيش على هذا الإجرام وعلى هذه الاستثارة الصهيونية لبعض اليمين المتطرف. أنتقل بك عميد خالد إلى الحدود الشمالية جنوبية مع لبنان، يعني هل ما تزال برأيك يعني محدودة نوعا ما كما يعني أجمع جل الخبراء من العسكريين منذ بدء هذا التوتر؟ أنا لا أتفق مع الذين يقولون أنه هذه يعني اشتباكات محدودة، لأنه أولا يعني هذه ليست تبادل إطلاق نار روتيني، هذه أقصى ما يمكن أن تقوم به إسرائيل في ظل عدم تطبيق وقف إطلاق نار في غزة، ولكن وقف إطلاق النار في غزة سيطلق مرحلة جديدة من العمليات. بالعودة إلى مفهوم يعني العمليات المحدودة، العمليات المحدودة يعني هي ما يجري اليوم، لا يمكن القول أنه عمليات محدودة، هناك استهدافات يعني دقيقة بالعمق، هناك يعني باحترام لقواعد الاشتباك يعني المحددة من قبل الأطراف.
انا لا, لا لم اعد اتفق يعني مع هذه النظريه. يعني اذا كانت قواعد الاشتباكات مقبوله حين كانت الاشتباكات ضمن منطقه جنوب الليطاني، ساعتئذ يمكن يعني القول انه هناك قواعد اشتباك متفق عليها على الاقل من الناحيه النظريه. ولكن عندما تصل الاشتباكات إلى منطقة بعلبك، إلى الحدود اللبنانية السورية في أقصى الشمال الشرقي، وعندما تصل إلى القصير وهو أحد المعابر الرئيسية لحزب الله في شمال شرق لبنان بين لبنان وسوريا، حيث تتواجد الفرقة الرابعة فرقة النظام ويتتواجد معسكرات لحزب الله، إذن هذا لا يكون ضمن قواعد الاشتباك. وهذه يعني تجعل لبنان جزءا من الساحة السورية، حيث هناك على المقلب الآخر ومقابل بعلبك والقصير هناك قصف إسرائيلي لأهداف لحزب الله في العمق السوري. إذن هذه لا علاقة لها بال1701، هذه تدل أنه إسرائيل تلاحق البنية التحتية لحزب الله أينما وجدت. هذه تتفق مع ما جرى في بانياس كذلك في العمق السوري في المنطقة القريبة من منطقة النفوذ الروسي، حيث تم كذلك قصف يعني لمواقع وسقط هناك قادة من حزب الله ومن الحرس الثوري الإيراني. إذا لم تعد كلمات قواعد اشتباك تغطي كل هذه الأهداف الإسرائيلية. نحن في مرحلة جديدة، في مرحلة اسمها استنزاف إسرائيل لحزب الله بعمليات نوعية تطال قادته ومخازنه. نعم. وتطال كل نقاط التنسيق بينه وبين الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي لم يعد بالإمكان تغطية كل ما يجري بعباءة الـ 1701 أو قواعد الاشتباك. شكرا جزيلا عميد خالد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت.